السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناة الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير صحة وعافية. جناكم بآخر أخبار الكرة العراقية ومستجداتها ولاعبين المحترفين، لكن كالعادة لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس وتضغطوا اللايك، ورأيكم يهمني تتركوا صندوق التعليقات. يلا نبدأ الفيديو. صلاة على محمد وآل محمد. مصادر تؤكد بأن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس مع كادره التدريبي اختاروا القائمة التي تضم 50 لاعب لغرض إرسالها إلى الاتحاد الآسو من ثم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم اختيار هذه القائمة بعد متابعة وتحليل مستمر من قبل كاساس وكادره الفني دام أكثر من شهر، حيث من المتوقع أن تضم قائمة منتخبنا الوطني أكثر من 15 لاعب محترف في الدوريات الأوروبية والعالمية. أي نعم إخواني، هذا سبب أنت تسلم القائمة غدا أو بعد غد إلى الاتحاد الآسيوي اللي مثل ما نوهنا بدأ راح يرسلها اتحاد دول كرة القدم الفيفا. أما عن قائمة لاعبين المحترفين المتوقع استدعائهم في بطولة كأس آسيا من اللي تواجدوا سابقا مع منتخباتنا الوطنية والمستدعين حديثا، فقد ضمت القائمة عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية ومن بينهم علي الحمادي المحترف في الدوري الإنجليزي، زيدان إقبال المحترف في الدوري الهولندي، حسين علي حيدر المحترف في الدوري الهولندي، أسامة رشيد المحترف في الدوري البرتغالي، منتظر ماجد المحترف في الدوري السويدي، يوسف لامين المحترف في ألمانيا، دانيال السعد المحترف في النرويج، ماسيس أركين المحترف في هولندا، وميرخاز لوسكي المحترف الدوري التشيكي، وأحمد علي المحترف الدوري الفرنسي، باشنج عبد الله المحترف في السويد، أمير العمار المحترف في السويد، أندري صناطي المحترف الدوري السويدي، رومان دولاتشي المحترف الدوري الألماني، ريبين سولاقة المحترف الدوري السويدي، وعلي حيدر في الدوري الإنجليزي. رأيكم بهذه الأسماء؟ أنتظر رأيكم في صندوق التعليقات. هذا وقد تناقلت الصحف السويدية وباهتمام بالغ خبر انتقال لاعبنا منتظر ماجد من المنتخب السويدي إلى منتخب العراق بعد موافقته على تمثيل العراق. منتظر ماجد الآن هو متواجد ضمن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في كأس آسيا بالدوحة بعد أن قام الاتحاد دول كرة القدم الفيفا بتسجيلها رسميا ضمن قائمة لاعبي منتخب العراق. وبتواجد منتظر ماجد يكون مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس قد حسم مركز الجناح اليمين بثنائي مميز جدا، أولهما إبراهيم بايش وثانيهما منتظر ماجد تحضيرا لكأس آسيا ومواجهة اليابان وفيتنام في دور المجموعات. جناح عادي هامربي منتظر ماجد ننتظر منه الكثير، وإبراهيم بايش جوكر منتخبنا الوطني ننتظر منهم الكثير لتقديمه مع أسود الرافدين. أما عن الإصابات، وبعد أن غادرت منتخبنا الوطني هي تضرب بقوة منتخب اليابان، حيث أصيب اللاعب تيكيهيرو توميوسو قلب دفاع منتخب اليابان ونادي أرسنال الإنجليزي، وغيابه رسميا عن كأس آسيا يعتبر ضربة موجعة للمنتخب الياباني الذي كان يعد العدة لكأس آسيا. تيكيهيرو يعتبر من أبرز وأفضل اللاعبين في البريمير ليج، وبهذه الإصابة يعتبر ثاني لاعب ياباني يغادر حسابات مدرب اليابان في بطولة كأس آسيا القادمة. يا الله هذه الأخبار الحلوة. أما عن اللاعبين المحترفين في الدوريات العالمية، حيث من المتوقع أن يشارك اليوم لاعب منتخبنا الوطني زيدان إقبال المحترف في نادي أوتريخت مع فريقه ضد نادي أهيد إغلز ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم. نتمنى ظهور مميز لزيدان إقبال. أما عن نجم منتخبنا الوطني ومهاجمه علي الحمادي اللي قاد فريق نادي ويمبلدون للفوز على نادي سيندي تاون بأربعين نظيفة، حيث استطاع نجمنا علي الحمادي أن يسجل هدفين في هذه المباراة، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة. وبهذا الهدفين يعتبر علي الحمادي قد ساهم بتسجيل 19 هدف لفريق نادي ويمبلدون في هذا الموسم من أصل 20 مباراة، 19 من 20. بالتوفيق على الله، ونتمنى لك المزيد من الإبداع والاستمرار في تسجيل الأهداف. أما عن محترفنا ميرخاز دوسكي محترف نادي السلافسكو التشيكي اللي ارتقى للمركز الثالث بترتيب الدوري التشيكي الممتاز بعد أن فاز بخماسية مقابل هدفين ضد نادي بوهومينز
بمشاركة أساسية لمدافعنا اليسار ميرخاز دوسكي حتى الدقيقة 84. المباراة ضمن الجولة 18 من الدوري التشيكي الممتاز لكرة القدم. أما عن لاعبنا المحترف في فرنسا أحمد علي، حيث استطاع أحمد علي أن يشارك أساسيا مع نادي روان وصنع هدف الفوز لفريقه الوحيد ضد بونتيفي في مباراة ضمن بطولة كأس فرنسا، ليتمكن الفريق من تجاوز الدور التمهيدي والتأهل أدوار النهائية للكأس التي تشارك فيها أندية الدوري الممتاز الفرنسية. أما عن نجمنا أحمد ياسين بعد أن قدم أروع المستويات مع نادي الخلود السعودي، حيث تم اختيار لاعبنا أحمد ياسين ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي. أحمد يقدم الآن مستويات متميزة وممتازة مع ناديه، نتمنى الاستمرار والتوفيق لك يا أحمد. أما عن محترفنا في الدوري القطري بشار رسن، واللي أنهى مباراته مع نادي الدحيل بالتعادل بهدف لكل منهما بمشاركة أساسية للاعبنا بشار رسن حتى الدقيقة 85. المباراة تأتي ضمن مباراة الجولة 11 الدوري القطري الممتاز لكرة القدم. أما عن لاعبينا في الدوري الإيراني، حيث شارك اللاعب علي عدنان أساسيا مع نادي مصر فسنجان الإيراني، بينما شارك مرتضى محمد الذي دخل بديلا منذ الدقيقة 70 في المباراة التي خسرها رفقاء علي عدنان ومرتضى محمد أمام نادي السبهان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة بالجولة 12 من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. أما عن نجم منتخبنا الوطني ونادي الشرطة أحمد فرحان، حيث أعلنت نتيجة التشخيص بالرنين المغناطيسي عن إصابة اللاعب أحمد فرحان بقطع في الرباط الصليبي، نتمنى العودة السريعة والسلامة يا أحمد. أما عن نتائج الجولة الثامنة من دوري النجوم العراق، نأتيكم بهذه النتائج، حيث كانت نتيجة المباراة الأولى بين نادي نوروز ونادي الكهرباء الذي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. أما عن مباراة الحدود القاسم فهي أيضا انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق. أما عن مباراة اليوم الثاني اللي جرت بين نادي كربلاء ونادي الكرخ، حيث فاز نادي كربلاء بهدفين مقابل هدف واحد. نادي الأمانة يفوز على نادي النفط بهدف مقابل لا شيء. القيثار الشرطة يحقق العلامة الكاملة بعد أن فاز على زاخو بهدفين مقابل لا شيء. النوارس الزوراء يحقق فوز مهم على نادي دهوك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أما عن مباريات اليوم الثالث اللي جمعت نادي نفط ميسا ونادي نفط الوسط والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. النجف اللي واجه نفط البصرة مباراتهم انتهت أيضا بالتعادل السلبي بدون أهداف. فيما فاز نادي القوة جوية بنتيجة كبيرة على نادي أربيل حيث فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. نادي الطلبة يخسر أمام نادي الميناء بهدف مقابل لا شيء. هذه كانت أبرز نتائج الجولة الثامنة. نجي على ترتيب بعد نتائج هذه المباريات، حيث تمسك نادي القوة الجوية بصدارة الدوري ب 16 نقطة، يليه بفارق الأهداف نادي الشرطة ونادي نفط ميسان ب 15 نقطة ونادي الزوراء ب 14 نقطة ونادي الطلبة في 13 نقطة وباقي الفرق كما تشاهدونها أمامكم. نتمنى التوفيق لأنديتنا في دوري نجوم العراق. أما عن مباريات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق ضمن المرحلة الأولى، حيث سيواجه يوم الخميس المصادف 14/12 حيث سيواجه أمانة بغداد نادي النجف عند الساعة 2:30 بعد الظهر. أما الميناء سوف يواجه أربيل عند الساعة 2:30 بعد الظهر. القاسم سيواجه نادي الكرخ عند الساعة 2:30، نادي زاخو يواجه نفط ميسان عند الساعة 6:00 مساء. أما مباراة يوم الجمعة اللي راح تنطلق يوم 15/12 حيث يواجه نادي دهوك نادي النفط عند الساعة 2:30 بعد الظهر. مباراة الثانية نادي الحدود سوف يواجه القيثار الشرطة عند الساعة 2:30 بعد الظهر. نادي نفط البصرة سوف يواجه نادي نوروز عند الساعة 2:30 بعد الظهر. نادي نفط الوسط سوف يواجه نادي الطلبة الأنيق عند الساعة 5:00 مساء. يوم 16/12 المصادف يوم السبت سيواجه نادي كربلاء نادي القوة الجوية عند الساعة 2:30 بعد الظهر. وأخيرا الكهرباء سوف يواجه النوارس الزوراء عند الساعة 5:00 مساء.